الله خير إلهي سبحانه وتعالى شيخ كابال مريو وقتك إنه قوي رأي لكم حرتين إن دكتور كان إنه وقتك له كيف إذا صندونا موضوع على بعض وحينو قري دونا الشيخ محمد إبراهيم شامع نص ساعة أيها يستا شيخه بالمناسبة مردي محد العالي برنامج كوسود ياري شيخه ومعمله جود يا محد العالي موضوع إن شاء الله تعالى نصين دونا والنماذج من صبر العلماء في طلب العلم مردي علمي لقصوا حضلي بل علماء ذي خرسيد علمي جو صبر يشرين وشيخ تصالي علينا قصين دونا كسور هذا الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مركة كواد إلهي بأنه مهدنا سبحانه وتعالى مركة لبعضنا وحينو مهدنا غينا مهامل كماعدك يا أرضيدا إنو سو دياريي برنامجك يا عدك صوك غيب قادتي أو غهر ريو مهامل كمسجد كين نوين مسجد علمتان شيخ محمد آدن يا تيم كمساجد حقيقة هولها خير كبدن كوضة وحاسد وكلام بها النقيا صاحب كي دكتور شيخ حسن شعالي ورسمه ما ملها قود جامعة النجاح مقال هذا برعو وحقيقة آدياد إنه فايدي من هجية اللوبة هي قفك طالب علمي إنه راعو سي علمي سوء النقضة علمي مردلا أو حوي يعني سجنا وكون انتفاعه ومدنا أي كفايده أن علم قال لك الشيء كين يجي أين بدنا إنه كم غلي فائدة دي سيء فضل دي سيء الدنيا آخرة بقى أيضا نصوصته كتاب كإلهي يسند النبي عليه الصلاة والسلام نوبل بلارين أيام وحا وكم دي هاي أعماش وناكسن خير كا أي تهي إن لا أتكيس الله صبره صبر كإلهي سبحانه وتعالى ما لبضا القرآن ككمدة أيوك جور رمي إلا تضوات ما لوح كبضا بالت الماما إن إلهي سبحانه وتعالى وكحصي صبر كا لجور رمي يفضل جيس كلبا وحا وقفك والصبر أيوه أيوم بقى وحويان وقيم كنا غنية. مركا علمي جو أما أنت صبر كقصة أرورتي أردن. ميلا وجوه يسأيو كجلي يا مركا علمي جل وصبر. لا سبحانه وتعالى نبي محمد أيوه فرا صبر. واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا أمضى أنت كلنا ويا أمرنت هاي إن الصبر. صبرك. وحاو كمدي أي وحيالا ذا جنال لغو قاري يو وحي كمدي صابرين تكو إلهي سبحانه وتعالى وبشهري وبشر الصابرين سيدا درادد أي إلهي سبحانه وتعالى وحيالا ذا وعلماء ذا كغرد كوا أي ما أو مد وحويا نهيكستو أو مده قاميو وحاكم إذا إن صبر ياشا الله سبحانه وتعالى وحولي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وحانو كردقني وانو كي يلا أئمة يعني وحوليا وأئمة في العلم أئمة في الدعوة أئمة وركا في الهدى محاسة وابت الله قردق يا هاي صبر إلي مادين يقين لقاه لي وإلهي سبحانه وتعالى آيات كيسة أي يقين سنائين سيدا درادد بعلماء وحي لهايين ابن القيم رحمه الله تعالى يعني واحد مغلبون الشيخ الإسلام قاله بالصبر واليقين صبرك يقينك أيا تنال إمامة في الدين أيا الوهلة يعني وحويا هقامين تدين قفا نصر صبر العلم أو وحوي أنا نصاعد كيسن أو دب بدن أنا نصاعد دبر هذا يجيني سو تقل معها إن وحوي إن إمامة في الدين وحوي إن سوى ناكسن أم بصف ضد وإهله سيدا درادد أينو تعالي سنعي ما دام علم جاينو كهرلينو ما دام وقت جاينو تشوغنو أي ويا هاي وقتي
himadi dadka dalabta cilmiga ay hoos u dhacday adkaysigii dadkii hore ilaahan jireen aanay lahayn ay u bateen dhalinyaradii iyo dadkii cilmiga dalbayay dad raaxo jecel ah inaynu bal tusaalayaal u soo qaadano dadkii wanaagsanaa ee diintanina soo gaarsiiyey iyo dhibaatooyinkii ay u mareen iyo sida ay ugu adkaysteen inaynu soo qaadano sidaa daraaddeed ayaa waxa weeye waxa la tilmaamaa waxa la yidhaha qisasu saalixiin in laga warramo waxa ay ka mid tahay waxyaalada qalbiga xoojiya ee suga ayay ka mid tahay oo qofka marka looga sheekeeyo oo looga warramo dadkii wanaagsanaa iyo qisaskoodii iyo noloshoodii iyo dadaalkii ay cilmiga gelayeen qofkii dhiirigelin bay arrintaasi u noqonaysaa imaamkii la odhan jiray amba saxaabigii jaliilka ahaa ee cabdillaahi bin cabaas radia allaahu canh xibru lumma wa turjumaanu lqur'aan wuxuu ka mid ahaa saxaabada kuwii ugu da'da yaraa ee nebigu ka geeriyooday sal allahu calayhi wasalam haddana waxa uu ka mid yahay kuwa cilmiga ugu badan saxaabadii nebiga laga dhaxlay waxa uu leeyahay isagoo inoo tilmaamaya sida ay tahay cilmiga in loogu adkaysto iyo labada qof ee cilmiga wada danayn waayo amba midkood danayn midnaanu danayn sida ay u kala baydhayaan ayaa waxau yidhi rasuulku markii uu geeriyooday sala allahu calayhi wasalam ayaan u yeedhay ninaanu saaxiib ahayn oo reer ansaareeda saan ku idhi innakeen saxaabadii rasuulku maanta way joogaan aynu cilmiga ka ururinne waxa weeyaan berri ma wada joogayaan ayna mari saaxiib aynu cilmiga isku kaashanne intuu si jeesheas oo kale ula hadlay ayaa waxau yidhi waxaan la yaabanahay inaa cabbaasow ma waxaad u malaynaysaa in dadku adiga ay ku baahan doonaan ma inay cilmi kaa martii doonaan baad u malaynaysaa adigu arrintaasi may niyad jebin dhalinyaro badan baa laga yaabaa marka kelmadahaasoo kale lagu yidhaahdo ina waxa weeye niyajab uu ku dhaco yidhaahdo khalaas meel gaadhi maysado intaasoo sheekh baa jooge iska fadhiiso laakiin cabdillaahi ibn cabaas arrintaasi may niyajabin waxau yidhi saaxiibkayna wuu iska tegey aniguna cilmigii baan dalbay sidii baan cilmiga u dalbaayey waxa weeyaan waxaan samayn jirayna saxaabadii rasuulka mid walba aan halkiisa ugu tago waayo xadiid fara badan baanu soo gaadhin oo dhalinyaru ahaa oon ka soo qaado ilaa mararka qaarkood saxaabada qaarkood gurigooda aan ugu tegi jiray oo dabaysha iyo siigadu ay ugu dhici jirtay hanfi kulul ayaa ka dhaco madiina oo guriga hortiisa aniga u fadhiya ay igu soo bixi jireen oo ay odhan jireen yaa ibna cama rasuuliillaah maxaad noogu garaaci weyday halkaagaanu kuugu iman lahayne yacni makaanadda aada leedahay iyo rasuulka inaad eerki inaad tahay maad noo sheegti soo odhan jiray may sidaa baa nala faray inaan markaa cilmiga aan u dalobno waxaa dhacday muddo kadib ayuu arkay wiil ninkaanu saaxiibada ahayn iyadoo laygu xoonsan yahay oo cilmigii layga qaadanayo oo hareeraha layga fadhiyo ayuu ninkii arkay buu yidhi suu yidhi waxa weeyaan intuu aad iyo aada uga tiiraanyooday ayuu yidhi waxa weeyaan kaasi waa nin dhalinyaro ah oo waxa weeyaan iga caqli badnaa maalintii uu go-aankaa qaatay aniguna waxa weeyaan aan iskaga tegey haada alfataa kaana acqala minni yacni nin iga caqli badan ayuu ahaa lidaalika qofka dayaca waqtiga uu fursadda haysto waqti kale ayuu waxa weeyaan aad iyo aada uga tiiraanyoodaa oo uu ka naca waa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam tusaale labaad haddaynu soo qaadanno adkaysigii saxaabadu ay u lahaayeen iyo sidii waxa weeyaan cilmiga ay u raadinayeen iyo dhibtii ay u marayeen yacni waxay ahayd tusaalayaal aynaan soo koobi karahayn saxaabiga la odhan jiray abu ayuub alansaari radia allaahu canh waxa uu ka safray madiina waxa uu tegey masr wuxuu u tegey hal xadiid oo saxaabi halkaa joogay cuqba bin caamir uu hayey inuu ka soo qaato oo uu ka soo maqlo madiine iyo masr
دیار لمر راعی دیار راهی مکه ساعت و ساعت ترین دیرین لمر راعی مراکیب نلمر راعی وحلاقی ابلوگ یا فرس یا آور یا وحلم دین سعود کاس لبس عنایی مرکی و تگی مصر و تگی آیا وحیدی وحن مغلی حدیث عاد كم غاشي النبي عليه الصلاة والسلام إن هذا يسوع أو ستر المسلم يعني وحوي من ستر المسلم أو كسر سن وحن كبغي يعني وحوي حديث كعد هاي الساعة أريج يعني جمو يعني متجرو وحن دون يا حديث ك يا نصر رحلي سنة دي شكت وحلي الحديث كمرك وش هاي عقبة بن عامر أبي أيوب الأنصاري مو صيف ريسن مو أنا وده كان مصر يا عصب الآن كصاد الحيس أنصا أركو هلكن يا هلكن هلكي بو كصان نقضي حتى واحد اللي جديد كيسي ووتي ركب كم فرن ويوجد لها وأريح ليستي وها حديث كا وأنا هلاي هدف كيسي مركو جاره هلكي بو كصان نقض هل حديث بين تلو سعوني صحابي كلا وجابر بن عبد الله الأنصاري وحوم مغلي هل حديث أشام لجوهيو وأود كا سوريا يو حوير دريادو الكايمك مدينة ووتشوغا هل كي مكرح ليست وحيري وحي قوي إن المركا وحوي أنا ويقطها غوي دافو حديث كم إذا حديث رسولك صلى الله عليه وسلم أنا قا أكرا يا إن الحديث كا صامق له محسمي أو ركوس فوي بسدي كدبنا يعني وحير هرك وقت كيستي واو الصفري بل أيوسي سعودي بل أوسوس عناي حديث كي مركو وطيقي شام وحو نغدينيكي لاشاقي صحابي عبد الله بن أونيس مركي ووحاويل وحايقا سوقادي يعني وحاي سوقادي حديثات كما غشي رسولك عليه الصلاة والسلام وحان كباقي إنان قيريوذو أنباد قيريوتو انت عن الحديث كامغلين إيشاك حديث كي رسولك عليه الصلاة والسلام يحشر الناس يوم القيامة قرلا وحويا بهما يعني حديث كاس أيها واو كسا مقلع وحينا تصير إيسا تاسي يعني وحويا سيدي يقود ذالي صحابة رضوان الله عليهم أيها وحيقي حاضري وقرآن كسودك يا جوغي ونبي الله كل ماي أيها دانا هل هلكي حديثين سوقارين أي سيدي أورادني لذلك قفكم مركو دذال بضان بحيوه marka damba loo aya waxa oran jireen culimadu yaani man kanat bidayatuhu muhriqa fa nihayatuhu mushriqa qofka bidayadiis marku cilmiga bilaabayo marka hore yaani kuleyl iyo dhibay soo gaado xaga dambe arintiisu ka wanaagsanaata xaga dambe ayay ka wanaagsanaata muad bin jabal radiyallahu anhu سيدي علمك أوتش على عيان حتى في سكرات الموت يعني ماذا كم إذا وحل الشيء يعني وحوي مركي سكرات الموت كه قبطي أي وحوي يان إنه تاجي وحي كرتين يعني وحوي صحابة نيكو نيك ساحب كي هو يقانا وحي وصل قبطين سكرات الموت كي هيا حديث كي وحوي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة سيوصل قبتين حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان سو كذب آخري إلا ويري وحوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أنت مركي وين نفتك بحر ويكون يعني وحوي يعني حديثك يدرين كيس معاذ بن جبل رضي الله عنه مركي جريدة كوسا حاضرتي حالتي سيات كيد أيا وحوي وحلق قري إن دعي سني أولها اللهم إنك تعلم إلهي واحد أكتاي إن أنا نسيت علي البقاء في الدنيا دنيا أنا كسي نولا دم باقي كسي هذا يعني وحوي ولا طول المكث فيها إن المدرس سيتشو لجري الأنهار إن المركب وحوي يان أن تلقون باري وحلم إذا كشق يسو ولا غرس الأشجار يجدين أمبارا تاينا نسي جوجو إلهي وادي وجدنا أنا المركا وحويا شعلي ولكني كنت أحب البقاء وحان شعلاء إن باقي كسي هذا الدنيا ده لماذا
ما ينو حالا بدن ورسده ما ينو دوبر بدن جورسده ما ينو وحيالا بدن دقده استجاي نو شيء جيه وحنوش على لمكابدة الليل الطويل هبين دار إن صلاة الليل أنو تاجنا هذا والضماء الهواجر في الحر الشديد إن المعرنت وقت جاي كل شيء أرادان هذا أنا قصوا من إيوه ومحل الشاهد كينا ولمزاحمة العلماء في حلق الذكر إن العلماء كعرير إيوه أن لفر يستوحوه ميالها علمي حلق الذكر قلقوها إيوه تاسا ينسي تشعلا يعني وحوه يان نرشا دوين علمي كسي دحجيرو إيوه عبادة داسي أيوما نسي تشعلا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة وحلت المامة وحلية وتبع ليدي سيد أود ذلك يي يسقى أوير يسقى وين هو يدي مر والله يسكن حريص بدنت وحلقة يا بك أنا هذا وحو آخرينه إن يكود ذلك شو هو يو آخر أو وحقر أو وحوي عند ذلك كي عرفت يسقى أود ذلك إن يتراك نفتي بعيسى وحبعوني ما يو وحب بو آخرية كان عيوننا حضه ويشفى غدي ذي النحر يستيدى يا وين أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى هو يدي أي آذي يدعو قلت ليس وحي كبغ كالنحضي سوچيتك وهبينك علمك كو سوچيدو سيلا هذا شو وحي كتلي متى تستريح واذيقان واذيقان دالي هبين واذيقان سوچيدي غور ما نصن دونتا أحمد بلو فرساد الكويري وحول عندما أضع قدمي في الجنة لقطة إذا مركن صارت شنادة هو يمركب على الصندونة الدنيا ما لقون السماحة يعني وحول ودار السفر ودار الانتقال ومعبر إلى الجنة ومعبر إلى آخرة قبوحه كجاستي هل كان أيوة تجي آخرة وحنكون الصندونة بده هو يشنادة مركن لقطة ديجو أما الآن فمن المحبرة إلى المقبرة إما كوام حي sida hooyo tawaadaan u sito aan wax ku qoraayo ayaa qabriga ku galayay sida ay googow ayuu yiri hooyo waa arin aad iyo aad u qiimo badan oo waxa weeyaan in tusinaysa dadkaasi sidii ay ku ahaayeen waxa weeyaan cilmiga aan tusaalayaal kale hadaan soo qaadano ay madi muhaddithiinta ahay yaani waxa weeyaan sidaani naftooda mararka qaar kooda ay u iloobi jireen إمام كيلورن تري عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى أيا وحلت المامة يسقى إياه كوحكلة أطلوة العلمية أيا مصر بيو رحلة استه وعد هذا إلا تضوب بلاد أيا نهل كاتشوغني تضوب هذا بلاد ما نودد من بويري وحويان مرق مرق واف عربي يعني waxa weeye qofkuna waa iska jecel yahay waxoogay markaa waxa weeye muddo uu joogaba inuu waxa weeyaan maraq iyo hilib iyo waxa uu dhadhamiyo de ninka aan maraq dhadhamin hilibna iska dahadalkiis todobaad bilood maraq maanu dhadhamin buu yiri waxa dhacday buu yiri sababtuna waxay faqriga nahayay iyo wax la'aanta ayaa sabab u ahay maalintii culimada ayaan ku dareeri jirnay cilmigaanu ka soo qori jirnay هبين كنا وحنا مالين تيار ساقرني أيام مراجع عين ترني أو مقابلات بالحديث كيشيخ وشيخ وحو قرطي ياسل كي كتابكو إنا يسوافق سيني كلا نسكو مقابلين ترني سيدا نسيدا هو ادني بويري أيام مالين مالين ما كم دا شيخ علماء ديان علمي كسو قادي نبانو تقن سالي الشيخ ووبوكا أو مانتا وحبا مديك كرايو ودا ديانو كسو نغني أيام كوارك نبيري حبات كلون هو ناكسن أنا عجبي سي ساوني والله ما تحبدا كلون كدرس جينا هذون باقضي حبدا كلون كائن مرق يوحك سما يسنا وانو ساق هذا نبي قولي جمر كانوا سوق قاعدة ونبي أنا قولي كرسن أي عشر كي كلا نجس سوق قاعدة عشر كي كلا نوب بحنا هذي كي وانو صار نغني ما لين تلا بعد سري بين نغطي صدق مال مدمر كي كسر وريجين بانو عارق نبي ده حبدي كلون كان نغطى الله oo ku dhawaatay inay marka isbeddeshay urto ayaan aragnay buu yiri oo aan u laanahay waqti aanu ku diyaarsanaan aanu ku sameysano qeyrinka aanu ku googoosanay buu yiri qeyrinka ayaanu ku goosgoosan
وحلال يابي كرماها دبتو سومريسي يا دباتها وحوي يا نسومريسي علمي قدلب كيسة ركبة وحوي يا سيدي وسعودين دي كاتشي يعني وحوي تراجبتو ذا لقوها ايا إنه هبل يهبل وحوي يا سيدي وسعودين يعني دبتي سو قاديك هذه دي كاتشي قفكم مركو حوغي لقايو يمال كلول وايد عضا aan waxa kamid aha yaani waxa weeyeen in aan kala oran jiray Daawud Daay isaguna waxa la yiraahdaa ninkaas waxa la yiri waxa weeyaan mu cunii jirin muddo dheer khubus xiyalada sida roodid iyo laxood iyo lamidka ah mu cunii jirin muxuu ku noola wuxuu cabbi jiray baa la yiri raashina dareera ayuu baa cabbi jiray sida shurbada iyo دي واحد مشالي قال إنه لا واحد لمت كا أي واحد ويان عبي كده واحد ويان مدلا صادن ما نعنين بواحد ويا واحد على ليه سال إذا محارد عي سيرا كو قلي سير ويدان قياسينه أنت أدرشك على لين يسوع يعني أتكلم أنت تصاق تدقر قرصاد واحد ويا سكر دكتور واحد حي إن كنتن أيضا لآخره كره كنتن أيضا وقت لآخره كره ayaa u dhaxeeya sidaas ayay ugu xisaabtamayeen yaani waxa hatta baad culimada muasireen sheekh muqbil alwadi rahimahullahu taala sheekhana ayaa waxan ka maqlay ilaahay uu naxariistay wuxuu ilaacada waxan ku beegaa in dhageysaa habeenkii bbc aan dhageystaayo marka cashaynaya ku beegaa buu yiri waqti kala ma siiye intaan cashada cunayo ayaan xaqna dhagtay in ilaacada ka yara dhageystaa buu yiri warka ugu dambeeya وأنا لش سيافكي سان كمقل يعني وحوي يقفكو ذين ولا هذا وقت جيس السياب يقاببه إلى شناعي وحكم ذاها أي مدي وقت جود آت كو إلى شناعي إمام لورنتي لأبو أحمد نصر بن أحمد السمرقندي وحولها لا ينال العلم أو لا ينال هذا العلم إلا من عضل دكانه وخرب بستانه علمك كان هو علمك الشرعي اها اما كانت دلها ما هيلو يري الا ان دكانك خرابيه وما حي دي دكانك اللي تقول ولا جوجت حسابي سو دول فديدو كاغه باهي علمك له وقت بو كاغه باهي مركا دكانك ان ضيعته بيرتنا ضيعته تاسب العلم كو غاريس ابو لي لكن لبدي وأنا سكوا ذا وذا يلا بدو ميلبان كوا ذا قارية تاسي كمان دقينا ولا ندد كم هردين كوا ذا يا لكن واحد وين قف كين وقت السيو علم جا الدنيا ذا وقت السيو وحكم ذا يعني واحد ويان وحيال هذا قصص كأد كوا عجيب كا يصير يقول سبريين علم جا علم ذو وحيس صار عبا ليدي إمام كيلو رجع أحمد بن حنبل يحيى يعني واحد ويان بن معين وآد صاحبها سك وقتناها وحي صوب وقتنا وي ما دين إمام لورنش لي أبو جعفر بن نفيل مركي وي ما دين أي واحد معانا غيي أو كهر غيي يحيى بن معين إمام كاس استوى ولي معانا غيي كتير قرته يسوي دار سنين أي سؤال كبلاه سوي واحد يشكتها يعني وحويا يا أبا جعفر قرأتها على معقل بن عبيد الله عن عطاء سنة كما هيسا إمام أحمد بن البرد هو يركاني وفريسة ما يرى نسيت ذو أنت وحويا ده سلامت مركز سلامتات فريسة ما الحديث كويديس وحويري وحويا لو جلست أكره أن يموت أو يفارق الدنيا وحبلغ يا وين نفط وين كبح هذا وواحد عكره وحديث قال كان كوايو إما كان دوني هنا كجارسيو وايد النفط اللي قاره بيحي دانته لما جرنا يو بكا أنا قام كم قلب هذا لقيا أبا هنا مركا وحوي سيداكو جيريود وقطن بين يعني وحوي يان أي مفر بدن إمام كلا أي وحلة المامة يا يعني وحوي وحدي مدو صدن صرنا ضاده قعنت إذا سيبا وحبا كمان عنين maalin tira cilmiga soo qori jiray habeenkiina
يعني واحد علماء كسر ده جيسي تعبي كده ما قولي شري أصيادنا على إدبال اليوم وحولي وحوي يعني إن أنا عن ولا على نهاية آخر قبطة أي أفكا وحوجي اللي قايمة على إيه قلين شرتي أنت أفكا إيه قلين ساري أو حسك قرانا عيا أي أبنكو كافتو مشري ويقول في الليل ضد كاس ولا على يلوح يا هاين وحوي ضد وقت قولي وهي بيجي إلهي سبحانه وتعالى دين تي سبر الشديد وعن قصة ورورين عن قصة ختم لها قصة هذه عجيب بدن أو لقصه وري إمام الذهبين في سير الأعلام النبلاء علماء بدن إن مركا وحوي ترى جبتا إمام كلورنج ري بقية بن مخلد أي كنت شاقة إمام كاسي وحو هارير أندلس أندلس وادو كلمة كا برتقال برتقيس كي إسبانيا يكوي على هل كابو كسر رحليست بدو كسر تلابة بلاد المغرب وصامري مصر بو صامري سيدو سو سعودي حجاز بو يمين عراق بو تجي بغداد بو تجي وح عنده كل سعودنا وح إمام أحمد مركو دولت كبغداد مرا أيوه أيوه حلقو يدي إمام كي أحمد هذا صار رحليستي ولا قام ممنوع بدت كين الله هذا إنه علمي وش هذا ولا قام ممنوع وقت جي تحانك وكل عيبة هذه مسألة خلق القرآن أول جتشو تجيب أو إمامك وحويا كل جوري قال وحده كل ده شال باب الوحده دبوي بيكون نقط وحلا يروح من مساجد كي ويحيي بن معين جوجو مرك الشيخ كتاب كي ودمي أيابو هاي سب الله صباح الشيخ بهاسة كجلا فجو وتي أيو ويدي هبل كور وفي عاية حديث يسوع الله هبل كور إسكدة وكل حاجة وحلو حيقول قليل دتك كلاه يعني غير كله سؤال دتك كلام السؤال وقبانه خلاص لما يسنته وبنى شيخ أنا قاعد شغل بين السؤال سي ويديو أيها شيخي كتير إمام أحمد سيد وكهل لها أيو فلو جاد قبته وحيري دتك إمام ويديه بالقرية إمام أحمد إلا يشاقه والله إلى ما واحد يقول قيس واقع لك بدو متى يكرس عدينا واحد ما كمل دقته سيقول لما صباحي انتو اسكده جاي قفص عطاو دين ودك مقالدنا لقى قرانا يمو هاي او دار اسكا عولان وقاتي ايو امام احمد قريقي كو قراعي قريقي مركو كو قراعي ايو وحاو يري وسائل اجاركم الله وقف واحد ويدي سنة مركي إمام أحمد باو صباحي وسود دوالي خاص بوجه حشاشقة وحيدي نين كي يمد بعنا هاي ملفق سير حركات كتير ما حجاز ملفق ما أفريقيا كتير وبلاد المغرب ما ملفق هالك أفريقيا شيء جيسو أيا بدل لوجسي تلعبوا بير وطن كان كي يمد أديك أنا كوس سعودي أديك أيا كوس سعودي واي وحول ميانا دوغينا ورك ميانا دهيني اللي دي دي انا نعود حديث عنو الشيخ وانو غي بويري انا ده هوش اصاق اصاق اقو صاد عيوة دوكتا وحندونا يا مالي والبا انا نسكا صاد قف مسكينة او ماذا حنا اصاق رصده كدب هالحديث هالكا انتو دي اصاق اشياء الحديث ادي الشيخ تو ده قف مسكينة وقل يو حلقة سينيو اللي يمودو كدبنا نسكا نقف وحول الشرط ديها والليضة لكن هذا أنا وحنكا عطسنا يا إن حلقات علم جلوها يو علم هذا إسكو أركت أنا كم وغن أن لقو برانين إلى هذه حلقات علم جلوه جبرت قردونا تقولي جاي قطي ما ده ولا وجاني ياي أنتي وحد ناس تدي بمال والبوجس ودوس يجري بالك سو علم بركة حصلي ياي أي إمام أحمد في النادي كيف يدنتي سليمان وحويان علم بدن كل نقطة وحول على يالكوسا ورورين هنا علمك الله برتاه صبر سلام الشيخ بدن بو باهي ملك له دين انتقين علماء ديني صوماليات يعني وحوين دبتا يوسو مري تشيرين وحقيقة انا اسلاه هيدتك دلوات علمك وحي كد ياري كرام بحوث ايو كتب حد انت الله وريسه كوة ما انت النال ايو كوة دينتي وحا لقاها ايو يعني وحوين قار تي بيكو دعي تشيرتي قار اي بهالعوني تشيرين قار وحوين يان شركة جوجو يشري
markii waxa weeyaan galbeedka iyo dhulka qabo loo raxleysan jiray aad iyo aad baan wax weeyaan wax looga helaya maanta dadka dalawta cilmiga waxa loo isku beegan yahay lama laha maanta waxa weeyaan xadiis aad bil u soconayso iyo mid aad sanad u soconayso raadse maanta xalaqaadkii meel walba way noo diyaarsan yihiin inaan cilmiga xasilino oo dadaal aynu bixino ayaynu u baahannahay ilaahay waxaan weydiisanayaa subxaanahu wa tacaala kuwa cilmiga barta ee ku intifaaca inuu ilaahay naga dhigo subxaanahu wa tacaala rabbana aatina fi dunya xasana fi laakhirati xasana wa sala allahu cala sayidina maxamed wa aalihi wasalam.